رقم 800 عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. لما يقول قبل أن يقبض؟ أصابع جديدة. تفضل. عشان لما تشرق الشمس من مغربها. لا لا، شو مغربها؟ أحسنت، لأن هذا القبض يكون بموت العلماء. يعني أنت الآن صح لك تحضر درس، بكرة بتدور ما بتلاقي حدا يدرسك، فبتصير إيش عاد؟ تخطئ كما يخطئ العام. يا ريتني تعلمت. أو يأتي المبتدعة فينشر البدع وأنت مش قادر ترد عليهم. ليش؟ لأن العلماء ماتوا وأنت فوت فرصة الأخذ من العلماء. هي فترة مؤقتة، بعدين سيذهب العلماء، إما سيموتوا أو يسافروا أو الله أعلم. قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. قال: وعليكم، وقال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. ما معنى يفتقر إليه؟ يحتاج إليه. كيف يعني لا يدري متى يحتاج إليه؟ متى يطبقه؟ لا، التطبيق مباشر أول ما يسمع. لا يا أخي، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. أحسنت. متى يذب عن الإسلام؟ متى يذب عن السنة؟ أنت الآن بتقرأ بتقول أنا اللي بقرأ وإيش متقدم، خليني أوقف. لا، ما توقف، استمر. سيأتي الوقت الذي تفتقر إلى العلم، تحتاج إليه. فأنت بيجي واحد، بعض الناس: يا شيخ لساتك بتقرأ؟ أبقرأ. لساتك بتلخص؟ أبلخص. إلى متى؟ هذا السؤال سؤال عنه الإمام أحمد: يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. شو إحنا بالنسبة للإمام أحمد؟ يعني إذا صفر يعني رفع مستوانا. والله إذا قال أحمد 100 وإحنا صفر، والله أنا بعتبر حالي أنجزت، يعني جبت صفر عند الإمام. والله ولا حول ولا قوة. ومع ذلك يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. لما؟ لما؟ لا يا أخي، لا، جزاك الله خير، لا. إنه لا يدري متى يحتاج. نعم، لا يدري متى يحتاج إليه. ولذا الإمام عبد الله بن المبارك كان يقال له: يا إمام أما تكفي قراءة؟ قال: لعل الآية التي فيها نجاتي لم أفقهها بعد، أو لعل المسألة التي فيها نجاتي لم أقف عليها بعد. ولذا كان يسأل أيضا عبد الله بن مبارك: أنا تمل قاعد في مكتبتك يا رجل مسكر حالك بالساعات، أنا تمل. قال: كيف أمل وأنا أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجالس أصحابه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه،